تحشم جبلي تحشمش راك 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 عند بويك. شوف الشيء اللي عندها تحب تقرا برك وتججل ججل ججل كتابات تقرا طفله عايشه في عالم اخر. نقول لك يعني ما شوف راك راح تدي ملك قرات منه يا حنان. شوف بصيفه شوف بصيفه ويقولوا بصيفه سي با بوسيبل. راني نوصيك بالك وبالك انا ما نتزوجش وانا قلتها له اي لو سي تري بيان. واش دايرين هنا اجتماع وتشوف الحاله اللي فيها بنتك؟ شفت واش صرا في بنتي وعلى بالي واش صرا وعلى بالي كلش وراني نتبع في الامور بالعقل ما تقلقونيش. يا بابا تعيش يا بابا يا بابا ما نوليش لهذاك عمر. يعني بابا ما نولينوش بابا ما نولينوش واش ما توليلوش لانه واش احنا نهضروا للراجل درك راني كنت حاكمه جيف وهكذا وخانقو قال لك اسيدي غلطت الله غالب الله غالب فاتتني حدودي. قال لي راهي هي نهضر معاها كلمه تقول لي زوج نهضر قال لي عييت قال لي غلطت ضربتها بهذيك الفرفاره قال لي هذا ضربتني الطاو كرهت كل خطره ولي كل خطره ولي شحال من خطره اسمح من حقي انا قول لي ولادك 5 سنين ولادي هم كبروا يعرفوا صلاحهم. الراجل حكمته وخنقته جابوه هشام تعرفي قعد مسكين حك جامد 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 واش تحوس قلت له كيفاه تضربها قالك الله غالبه عمي نقدر اسمح لي رايني ضربتها غلطت ونتحمل مسؤوليتي وما نديش نضرب مرتي ونعز مرتي وما عندي بيناتها والو. سبحان الله درك قلت له ديها ولا تخليها قال لي لا انا ما نخليش مرتي قال لي مرتي انا ما نخليهاش قال لي كلش غير مرتي ما تلعبليش معها. بس حتي ثانيه بنتي نقول لك حاجه راه عندك لسان والله راكي لسانك انا نعرفه مربيك انا بنتي راه لسانك كي ينطلق راه يروح هكذا ملوي واحده زوج ثلاثه يلحق للسيد يدق ويعاود يجي عندك لسان كي الرسول بعيد الشر. والله يا بابا والله واش هذا رمضان راني نقول لك والله تردني ليه نباصي عليه ندخل الحبس. انا شوف انا واش راه يقول لي راسي ضرب في هذه اللحظه راه يقول لي راسي روح افتح لابوات فارماسي الهيد تتجبد منها المقص نجي لك نحكمك فيك نخرجو نشطرطك نحشلو الجهه اليمنى هذه نحشلو الجهه اليمنى اللي فيها الوعره والقبعه خاشي انت راهي قبعتك هنا في زن نخليك غير جهه واحده تاع لسان هكذا طايح يهضر غير كيش ما يقول في الخير لاباس قاعد راجلك ما تاكل الحمد لله لا الوعره كل نحيها تربيتك انت قلت لي كلمه قولي له زوج خلاص صحيح خلينا نشوفوا على اختك اكيد تشوفي نولي اكيد شاهده هي نشوفوا مع حنان الراجل راه هنا واش مسيد راجل جا وطبطب انسان تاع خير طبطب جاب بطه تاع الكاطو وتاع الورد وما تهضري حتى كلمه وتبلعي فمك. قلت لك انا ما نتزوجش علاش اش دخلت قلت لك ما نتزوجش تتزوجي ما نتزوجش والله العظيم نعميك عينك تما بالسيف ما نتزوجش بالسيف بالمارطو بالحجره تتزوجي باسكو لا بزاف بنتي سبحان الله انا عييت في بلاصتك 15 خطاب واحد ما نجح اجل الاول قلتي يا سيدي عندك ذا وعندك ذا ومن بعد مسكين غير راح عاد عنده ديبريسيون صراو له مشاكل ومودن هذا انت اللي درتي له مشاكل انت عليك اللعنه بدي نقولك صح. وهذاك الاخر مسكين عيسى اللي عجبني وانسان خدام على روحه ويتاجر وعنده تاع فلاحه وانسان تاع باديه مسكين جاي نشرق مشتو الله يكون مش اللعنه تاعك جاي نشرق مشتو راح معاها ولا نص يقول لك سويسيدا نص يقول لك اقتل روحه وحياته كل شير بعدك هذا يقولوا يقراوا عليه. شوفي هذه المخ ندوك لك هذه لاباين جبت لك المخ نحي لك هذيك الجهه تاع اللي تقول ما نتزوج ما نتزوجش راجل جا والله ماني طالقو والله ما ورايح غير هذاك اسيدي. شوف يا بابا محتمة نتزوج والله اني يديك ونزيد تقلقيني نبعثك بلا عرس بلا والو لا قندوره بيضاء وندير لك باش ونبعثك لعندو سميه الحوله انت سميه الحوله سميه الحوله هذه يحكيوا عليها بكري خطبوها 80 واحد وماتوا كل لانها حوله من الدنك منها فيه هو يخرج منها يموت هذه هي سميه الحوله نتزوج وابوها احمد الاقرع وماتوا الكل. شوفي ما تهضري معايا والو فهمتي اديري له تاي وجيبي له الحلوه هذه نديرو له الزلابيه ولحقي ليه وما تقولي حتى كلمه وتتزوجي تتزوج وانت تولي خليه يخطب هادي خليه يجيب يجي دارهم ويدير واش يحب احنا نفهموها كيما اللي قبله. اوليدي حسن الله قول ما ما با با را را واو كاف واو كاف مبروك عليك الله يبارك وكذا من العجائز زغرت لحظة احنا رجال يصفقوا شو يقول لك الله يبارك معليش يا حنان معليش والله الا فرحت لك الله يسلمك تكلمت معاها لحقت لها قلت لها قالت لي بوي شوف كي تلوحني في كاف ما نقولش ايه اه وي
كي دير لي واش دير لي ما نتكلمش. هذه هي كلمه ما قلتهاش فرحت. ثاني قلت لك الانسان الاصيل الراجل اللي يقوم بك انسان قاري في الفلسفوف يعني راه الله يبارك. الله يبارك. وهذا اللي راه ان شاء الله يفلسف لنا الحياه ان شاء الله. ان شاء الله. وراني فرحان بك بزاف يا وليدي. الله يسلمك. خاطرش انا بناتي شوف قالت لي كيما درت البنتي الاولى. بنتي الاولى شوف غمضت هكذا ولحتها راحت. الله يبارك. ملي راحت تعرف طولت واحد حوالي واحد 28 شهر باش تفكرت باللي هاو هاو عندي بنتي مزوجه كثرة السعاده والهنا. من نعيط لها تعيط في التليفون واش راكي؟ الحمد لله ابي راني في الخير والسعاده والهنا. حوس وعطى لها ربي راجل واحد الانسان صالح. شفتوا شفتوا واحد واحد الحياه عايشينها والله غير نحسدهم. الله يبارك. هك هك داير لها هك داير لها هكذا وهي دايره له هك دايرين لبعضهم هك. خير كبير دايرين لبعضهم. يحبوا بعضهم ولا هضره لا عياط لا والو. والله كي تشوفهم تقول خاوه ما تقولش زوج وزوجه يعني واش راه يصرا في الوقت. القاعده تاعهم الحاج قاعده مبنيه على هنا. بارك الله فيك. دوك يعود الاب صالح والاب والابناء صالحين صالح ومسقد روحه. نعم تمام كلش مسق. الله يبارك. قلت لك الطفله قلت لها قبلت لعبك حنا رانا هنا عائله محترمه كي يهضروا الرجال نساء سكوتا بكوتا صمون بكمون. ما كانش الهضره. آوي. جات الدرعة قلت لها ثم تبلعه. نعم بلعتها. فالراجل جاء وقصد قال لي سي احمد سي قبلت حنان. لا يا سيدي راه اروح ترش. هيا مرحبا بنتي مرحبا بنتي. هيا عروستك هيا عروستك. بسم الله بسم الله بسم الله على بنيتي. بسم الله وقل هو الله العود بالله العظيم العظيم الشيطان الرجيم. يا ربي استرهم يا ربي وخليهم لبعضهم يبانوا لي فرده ولقات خوتها يا رب العالمين. صالحين. والله غير اني فرحت لكم بزاف يعني. الله يسلمك الحاج. ان شاء الله ربي يكملها بيناتكم وان شاء الله تلعبوا للحصل. صحيتي بنتي صحيتي صحيتي بالخير ان شاء الله. الله يبارك الحاج. راه 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 كل راه راهي الدنيا كل فرحانه في, في في اللحظه هذه المباركه. ما نتزوجش ما نتزوجش ما نتزوجش. واش بيه ما عجبكش؟ علاش بزاف نتزوج لي باللي حبوا؟ علاش ماشي انا؟ علاش ماشي انا خير؟ دايما يدير لنا هكا ما تحصل فينا دايما. انا ما نتزوجش. هذه راهي خدمتها حنان ودارت صباحها هنا. ها صباع زوج ثلاثه اربع خمس صباع. هذه هي اللي يقولها صباع العروسه. هذه تاع الخير. الله 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 الله. هذه دارتها لك ليك. وهذه اللي راك تشوف فيها هذه دايرين فيها ربع صباع. هذه عيطوا لها كره على العريس. هذه ليك انت ان شاء الله كي تاكل هذه ان شاء الله. وهذه حياتك راح تحلاوات فوق حلاوات ان شاء الله. يخليكم فردان خوتها يا ربي ان شاء الله وتمشوا وتنطلقوا. انا ماذا بيا كي قبل ما تديها ان شاء الله تكتب لي تعهد باللي مهما صرى ومهما جرى ومهما الطفله هذه تحولت واصبحت يعني في حاله غير عاديه انا لا ارجعها. ها يعني باه انت هذه مليحه ليك ومليحه لي. مليحه. وهي ثاني تكتب باللي يسرى واش يسرى ما نخليش راجلي. جاو الناس ضياف شيخهم معاهم بالك ما يسمعوش. لا لا بالعقل صاحبي اتريما هذا ماشي اوبجي. اوه ماشي اوبجي هذا اتريما غير بالعقل. تحب انت اختك يديروا لك هكذا؟ تحب اختك يديروا لها هكذا؟ انا كون اختي جات ماشي متربيه كيما اختك كون قلقطها راسها ماشي متربيه. عاود ماشي متربيه. اسمع هذه عندها اولاد خممت على دراري ولا ما خممتش؟ اسمع هشام على هي جاتك سهله. شوفوا كيفاش مشرك. حامي علي حامي انا ما نهضرش انا خلاص دوك يجي الشيخ يهضر معاه. الحاج شنو هذا يا الحاج؟ اي هذا نسيبي خي راه من يجي مع ولادي يلعبوا راهم يلعبوا الخاتم تاع الحجر وتاع الاخر. ان شاء الله ربي كي جيت ثاني تولي تروح تشوفهم مني. ان شاء الله الله يبارك. كل ماشي مشكل. جامي شفت نهار كحل كيما النهار تاع اليوم. معليش معليش الله يخرجها على خير ان شاء الله. مع بابك العزيز واش راهو داير فينا؟ واش من خير صدفلك واحد لهي واحد لهي واحد لفلا دوطخ كوتي؟ واش من خارجك؟ واش حبيتي؟ هذا هو زهرنا وسوى تساعدنا هذا. نسرين حنان لسان شفتي شفتي رايح جاي رايح من العريس المصيبة تاع عمر. بصح شوفي وما يجيبليش حقي وما يجيبوليش حقي هو وهشام وفريد. والله والله نجيبو يدي وفرجك مباصي على جالو. هشام واش شوف انتيا ما تهضر والو اليوم. شوف راه راكب لي عليك القلال هنايا راني نشوفك زبانه وباغي نحي لك الريش تاعك. نحي لك ريشاتك ونخليك الدور هذاك تزنزن غير بالعقل. شوف ما كان لا بالعقل لا وليدي لا والو. هذا ما معاش بالعقل. شوف انا تنحي لي جنحي تنحي لي وذني غير اني نخرجها منها والو. هيا قادر وخليها مانيش نقول لك كلمه باش تعرف كلمه الرجال ودادك. والله والله والله
غير باه هي تحطها لي وتخليها لي هنا في الدار، هذه غير مصمص فمك. فهمت؟ مصمص فمك. قلت لك نهار اللي عطيناها لك قلنا لك راهي معاك في السراء والضراء. انا النهار الاول قلت لي نعطي لك نسرين، جاتني الفرحه. شهرين ولات لي زوج نسوره، كلاتني تنقب فيا من كل جهه، بركاني منها انا من ديهش. كلمه دي ما زيش تعاودها، فهمت؟ كلمه هذه ما نديهاش، نحيها من فمك. انساها، ما زيش تهضرها، خلاص. حرف نحيتك نحي تديها. انا ديرها من عندي باللي راهي مطلقه. طلاق هذا غير نساه طول. طلق والو ما كانش طلاق، حنا ما عندناش بنت تطلق. انا بناتي ما يطلقوش، بنات خويا ما يطلقوش، فاميلتي اكل، حنا ما عندناش عائلات على طلاق. حنا تديها وتحصل فيك. انا باش تفد ورقه انك نلقى بنتي هكذا بنت فلان مطلقه، ما كانش نلقى بنت فلان ارمله ان شاء الله. لانها امي كانت ارمله، وجدي ثاني كيف جدها كل ارملين، حنا عائلتها ارملين، ما كانش وحده مطلقه، حرام عيب. تديها وتسكت. تموت لي في يدي درك دبل سيس. تموت لك في يدك ولا تموت انت. نسمى درك انا محتم عليه، انا ما نديهاش نخرج منا بلا بها. خلاص درك يا خلاص، قال لك شديها تديها. خلاص او اسمع طير نقز. الهضره راهي زايده. شوف انت تضرب طفله، انا نهضروا معاها درك. انا كنت نهضر معاها، ضربت تسويت. قالت لي يا بابا، حكمتها قلت لها واش كاين واش صرا. قالت لي يا بابا، طفله عاقله علي. قالت لي يا بابا انا اشوف انا لو كان يسقم روح ويبطل من الطبع نتاعو، انا راني نولي له امانه. قالت لي نولي له كي الحجره تاع لا كلاص. واش درت لك فوق هاد؟ شفت حجره كلاص بارده؟ قالت لي ما نعود نقول له حتى كلم. قلت لها شوفي، قلت زيرتها، قلت لها شوفي كلمه ولا زوج نحبسوه. قالت لي لا لا. واش طالبه؟ سكتت. قلت لها حلي فمك. تبكمت. قلت لي يا بي ما عندي ما نقول، انت اللي تحكم، انت اللي تقول. واش راكي طالبه؟ واش حاوسي؟ خلاص الحاج، واش حاوسي؟ واش متحوسي؟ واش تحوسي؟ خلاص الحاج ما تقلقش. قالت لي انا ما نحوس والو، داري وولادي وراجلي. عاودي مليح، داري وولادي وراجلي. زيدي راجلي راجلي راجلي. الخطرات شوف الحاج الدواء هذاك، مدهالو مدهالو وحط 900. انا يسلك هاو 900 تاع الدواء، راك هرستها هاك علقتها ديفورميتها. واحد يعني في الارض يضرب واحد برياشه، الرياشه تدير البرود ولا تضرب العباد. وانا الضربه تاع الطاوه شو اللي سلكني؟ طاوه مليحه للضرب بصح الرياشه لا لا. انا نعرف ناس بزاف اللي ضربوهم بالطاوات نجحوا في حياتهم. ترى ارواح برك يضرب بالطاوه اول. هم في المثال العربي العريق يقول لك فلان مضروب بالطاوه. والضربه تاعي انا يا ثاني ما ضقت خشوا هذه انا ثاني. ما عندكش سرته فيك انت يا دوك. روح عندها دي عمر. شو بيك عندي سرت فيك انا ثاني؟ انا مش خالدك مش راسي راه بالماستيك. شوف ابني انا مانيش حاب لك سرت فيك. مانيش حاب لك سرت فيك يا عمر. شو بيك؟ مانيش حاب لك سرت فيك. خلاص يا الحاج ما خلاص خلاص ما خلاص خلاص مانيش حاب لك سرت فيك. خلاص دوك ندير لك سرت فيك. شوف والله نصر الباص تاع الباب. خلاص الحاج نصرو وندق لك هنا. خلاص يرون بورشي قال لك خلاص سي بون دوك عطيني 900000. خلاص متفاهمين الحاج؟ روح اخدي الشغل مع السيد زيرو هنا. خلاص هو خلاص زيرو هو هنا عندنا. روح اخدي الشغل. خلنا نهضر مع الراجل. اسكت تحشم شي على عطا عيطوش جماعه ويسمعوا الضياف عيطوش. ربح المحبه عمر. عمر ربح المحبه. وش بيك؟ روح الحاج روح الله يسجيك. روح وما زيش تضربها. خلاص ما يضربهاش. يدك ما زيش تمسها. ما يضربش الحاج. خلاص روح يدك ما زيش تمسها. ما يضربش. شوف ما زيش تمسها يدك. خلاص شوف الخطابه يا الحاج. روح شوف الخطابه. روح والله يا خويا كان جدك اللي قلت لك انا فاكسي لك والله يا كنا او هيا خمه مش تروح وانت تسترجل. هيا خمه وانت خلاص. هيا خمه نخرج. هيا خمه نخرج. معليش الله اسكت. خلاص امر اسكت. هاي خلاص اسكت. والله ما تدي ودور. والله ما تدي ودور. هاي والله ما خير. اش والله العظيم شنو الحاج. والله نخرج من الكرسي يا الحاج. اسمع الحاج والله اسمع الحاج. دخلهم لك في زهر. خلاص اديها اديها ربعه. دخلهم لك في زهر. والله العظيم نحيدك الحاج. ما تحلشها نحيدك قسم بالله العظيم. شوف اسمع اسمع الحاج. اسمع الحاج نقلع على الحاج. والله العظيم وكبكب هالك والو كبكب لك وزنيك. ها كبكب لك وزنيك. خرج لك عينيك ونديرهم لهم هكا. خلاص روح يا عمر. خلاص الحاج خلاص. ها وراه عمر. هذه قاعد خلاص.
خليني نروح نشوف مع راجل والله خلاص نجي غير تديها لي خلاص الحاج خلاص يا حاج خلاص يا رب هيك راح عفست خلاص يا بابا خلاص ريح راح قلقته شفت كي تقلقوا واش يدير شوف قصد سي الخضر اش راك وليدي لا غير لاباس الحاج قلت لك مبروك عليك يا ولد الحاج تلثم تاع لقيتهم يلعبوا شغل تاع بكري تاع الكاج حكم ولي يبدا يسلم لي على راسه يبارك الحاج سلم يسلم يسلم سي بها الله يبارك ما راه هكذا نسابي كل ملاح ملي يجوا هما اللعبوا البختار في الهي كنت تغير كنت تروح لثم تغير تقول راني مراتي لا غير حظنا واحد البسط واحد اللعب وراهم يلعبوا يلعبوا الخاتم ويديروا لي كاج تاع بكري ديك تلعب حاجه ويقول لك بعثوه يا بلحق تبارك انا لا داروا دوك عيطوا زعما بانتي قالوا لي قات سلم لي على راسي الله يبارك قال لي كنت تعين انا عمال يضربوك الحاج لا لا سلم لي داك يضربونا على بالي الحاج شوف وليدي كل شيء مبروك عليك الله يسلمك الحاج روح مالا تروح تروح ان شاء الله انتيا ندي معايا ندي عروستك ودي كراعك ودي كلش هاك وليدي نديهم معاك اصلا نديرهم في الطبسي الله يبارك نجيبه لكم الخطبه نجيبه لكم صحيح نجيب العجوز نجيب الخرج شد يعني الله يبارك ما نقدرش نزيد نشوفها شويه الحاج شد ابني شد هادو حطهم في الظلمة من 11 لهي حطهم وافتح كلهم غير في الليل مليح باش الحاجه دائما في الظلمة بنيه بلاك النهار ربي يحفظك الحاج كل شيء مبروك عليك يو طريقه الله يسلمك هيا روح طريق هيا وليدي طريق كل شيء مبروك وليدي فرح لك بزاف وان شاء الله تكون خير ما خيرت شوف بعد روح شوف هضر مع امي انت كل اخر وجد روحك وروح ان شاء الله شوف اضرب الحديد مادام سخون عجل ولا تؤد ان شاء الله الحاج نفوز الكاس الله يعيشك ربي يحفظك ان شاء الله حنا اخترنا الدار السي الخضر على بالنا فيها الخير يا الطفل الحين درت معها فرح تلقى خير من العلم العلم جاني للدار الله يسلمك العلم نور والجهل ظلام حشمتني الحاج قالها من قالها قالها صح الله يسهل علاش الزمن الاولانية تاع العيد انا نجي ارواح وليدي جيب لها جوج وجه جي عيد تبقى على خير مور العيد ها ان شاء الله العيد معليش عيد يا ماليش راني نجي ان شاء الله الحاج على خير الحاج ورا العيد ان شاء الله ربي يخليها كل عيد هكذا الانسان يتهنى تهنى على بنيتي نزوجها دوك لازم نستكف بالاخرى نعاود نبعثها السلف والحلف هيا عمري هيا خلاص انا الشيطان صبرك هيا روحي سلام عمر سلام ما بديت امشي الله يسهل عمر سلام اختي هيا خلاص هيا بارك يتسنى روحي بنتي روحي روحي بنتي هاك عمر هاك امي الاخطر لا عاود نهضروا يعني ما تهضر معايا والو والو خلاص روحي هيا الدار ردي بنتي روحي بقاي على خير ما تبكيش راكي رايحه للسعاده رايح حل خلاص اول راك تبونتي لا ترتاح بنتي روحي سلام ما تدورش روحي باي باي بيبي شو سلموا على جدو راحوا هاي فراتشي الحمد لله كيما يقولوا عادت الام الى داري بعد تعب النهار كانت رايحه على النار بيا الحمد لله لا بنتي راحت عند راجلها شوفي انا نحبكم ونحب غير الخير دوك شوفي ما من عندو ردوها خطره زوج وانت ضاعوا جل فيلسوف مبروك عليك ما نسويش تزوج بنتي تزوج زوجي باش تفرغ لنا شومره باش تزوج وانا نتزوج انت ثاني نتزوج تتزوجوا كل ولاد انا نحبكم انا دوك انت تتزوج شوف بنت اختكم هذه نبعثوها الاخرى ان شاء الله شهادات تجيبكم تجيبوا نجيب لكم على عليكم خلاص خلاص يلا تتزوج بابا يا رب شومره اي البوندار يا سيدي شوفوا راه باين زفاف البوندار يا سيدي يسي بدوه في اجنس رمضان البوندار يا سيدي شوفوا راه باين زفاف البوندار يا سيدي يسي بدوه في اجنس رمضان شوف كنت خلق شعبان في رمضان الناس صامت في سيارة الجوزة جزار شادو قرنينا تلقى له ناس زمان طمع والطعون والغينة ادخلقو شراهو زعفان حبس الشمة والدخان يا جوز رمضان قامت الدنيا واش راح ندي واش فيه العبد غير لسان حبيت نصوم وحدي
حبيت نصوم بلا ما نطي نرقد حتى يخلص شهر رمضان. خير ان شاء الله. الله يبارك الحاج. راه 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 كل راه راهي الدنيا كل فرحانه في 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 اللحظه هذه المباركه. ما نتزوجش واش بيه ما عجبكش؟ علاش بس تنتزوجي باللي حب هو؟ علاش ماشي انا؟ علاش ماشي انا خير؟ دايما يدير لنا هكا ما تحصل فينا دايما. انا ما نتزوجش. هذه راهي خدمتها حنان ودارت صباحها هنا. ها صباع زوج ثلاثه اربع خمس صباع هذه هي اللي يقولها صباع العروسه. هذه تاع الخير. الله 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 الله. هذه دارتها لك ليك وهذه اللي راك تشوف فيها هذه دايرين فيها ربع صباع هذه عيطوا لها كره على العريس. هذه ليك انت ان شاء الله كي تاكل هذه ان شاء الله وهذه حياتك راح حلاوات فوق حلاوات ان شاء الله. يخليكم فردان خوتها يا ربي ان شاء الله وتمشوا وتنطلقوا. انا ماذا بيا كي قبل ما تديها ان شاء الله تكتب لي تعهد باللي مهما صرا ومهما جرى ومهما الطفله هذه تحولت واصبحت يعني في حاله غير عاديه انا لا ارجعها. ها يعني باه انت هذه مليحه ليك ومليحه لي. مليحه. وهي ثاني تكتب باللي يسرى واش يسرى ما نخليش راجلي. جاو الناس ضياف شيخهم معاهم بالك ما يسمعوش. لا لا بالعقل صاحبي اتريما هذا ماشي اوبجي. ماشي اوبجي هذا اتريما غير بلا. حب انت اختك يديروا لك هكذا؟ تحب اختك يديروا لها هكذا؟ انا كون اختي جات ماشي متربيه كيما اختك كون قلقطوا فيها ماشي متربيه. عاود ماشي متربيه. اسمع هذه عندها اولاد خممت على دراري ولا ما خممتش؟ اسمع هشام على هي جاتك سهله شوفوا كيفاش مشرك. حامي عليه حامي انا ما نهضرش انا خلاص دوك يجي الشيخ يهضر معاه. الحاج شنو هذا يا الحاج؟ اي هذا نسيبي خي راه من يجي مع ولادي يلعبوا راهم يلعبوا الخاتم تاع الحجر وتاع الاخر. ان شاء الله ربي كي تجي ثاني تولي تروح تشوفهم من هنا. ان شاء الله الله يبارك. كل ماشي مشكل جامي شت نهار كحل كيما النهار تاع اليوم. معليش معليش الله يخرجها على خير ان شاء الله مع بابك العزيز. واش راهو داير فينا؟ واش من خير صدفلك واحد لهي واحد لهي واحد لفلا دوطخ كوتي؟ واش من خارجك؟ واش حبيتي؟ هذا هو زهرنا وسوى تساعدنا هذا. نسرين حنان لسان شفتي شفتي رايح جاي رايح من العريس المصيبه تاع عمر. بصح شوفي وما يجيبليش حقي وما يجيبوليش حقي هو وهشام وفريد. والله والله نجيبو يدي ونفرجك مباصي على جالو. هشام واش شوف انتيا ما تهضر والو اليوم. شوف راه ذاك بلي عليك القلال هنايا راني نشوف فيك ذبانه وباغي نحي لك الريش تاعك. نحي لك ريشاتك ونخليك الدور هكذاك تزنزن غير بلاخر. شوف ما كان لا بالعقل لا وليدي لا والو. هذا ما معاش بالعقل. شوف انا تنحي لي الجنحي تنحي لي وذنيه غير اني نخرجها منها هو يا قادر وخليها نقول لك كلمه باش تعرف كلمه الرجال ودادك. والله 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 غير باه هي تحطها لي وتخليها لي هنا في الدار هذه غير مصمص فمك. فهمت مصمص فمك. قلت لك نهار اللي عطيناها لك قلنا لك راهي معاك في السراء والضراء. انا النهار الاول قلت لي نعطي لك نسرين جاتني الفرحه. شهرين ولات لي زوج نسوره كلاتني تنقب فيا من كل جهه بركاني منها انا ما نديهاش. الكلمه دي ما زيدش تعاودها. فهمت كلمه هذه ما نديهاش نحيها من فمك. انساها ما زيدش تهضرها خلاص. حرف نحيتك نحي تديها. انا ديرها من عندي باللي راهي مطلقه. طلاق هذا غير النساء طول طلق والو ما كانش طلاق. حنا ما عندناش بنت تطلق. انا بناتي ما يطلقوش بنات خويا ما يطلقوش فاميلتي اكل. حنا ما عندناش عائلات على طلاق. حنا تديها وتحصل فيك. انا باش تفد ورقه انك نلقى بنتي هكذا بنت فلان. والله ما ورايح غير هداك سيدي. شوف يا بابا ما حتما نتزوج. والله اني يدي ونزيد تتقلقيني نبعثك بلا عرس بلا والو. لا قندوره بيضاء وندير لك باش ونبعثك لعندي. سميه الحوله انت سميه الحوله. شكون هذيك سميه؟ سميه الحوله هذه يحكيوا عليها بكري خطبوها 80 واحد وماتوا كل لانها حوله. من الدنك منها فيه هو يخرج منها يموت. هذه هي سميه الحوله. ما نتزوجش. وابوها احمد الاقرع وماتوا كل. شوفي ما تهضري معايا ول فهمتي؟ اديري له تاي وجيبي له الحلوه هذه وتديري له الزلابيه والحقي لي وما تقولي حتى كلمه وتتزوجي تتزوج وانت تولي. خليه يخطب يخطب هادي خليه يجي بيجي لدارهم ويدير واش يحب وبعد انا نفهمها كيما اللي قبله. اوليدي حسن الله قول ما ما با با را را واو كاف واو كاف مبروك عليك. الله يبارك وكذا من العجائز زغرت لحنا احنا رجال يصفقوا. اي 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 شو يقول لك مبروك. معليش يا حنان معليش
والله الا فرحت لك. الله يسلمك. تكلمت معها لحقت لها قلت لها قالت لي ابوي شوف كي تلوحني في كاف ما نقولش اي. عوي. كي تدير لي واش تدير لي ما نتكلمش. هذه هي. كلمه ما قلتهاش فرحت. ثاني قلت لك الانسان الاصيل الراجل اللي يقوم بك. انسان قاري في الفلسفوف يعني راه الله يبارك. الله يبارك. وهذا اللي راه ان شاء الله يفلسف لنا الحياه. ان شاء الله ان شاء الله. وراني فرحان بك بزاف يا وليدي. الله يسلمك. خطرش انا بناتي شوف قالت لي كيما درت لبنتي الاولى بنتي الاولى شوف غمضتها هكذا ولحتها راحت الله يبارك ملي راحت تعرف طولت واحد حوالي واحد 28 شهر باش تفكرت باللي هاو هاو عندي بنتي مزوجه كثره السعاده والهنا من نعيط لها تعيط في التليفون واش راكي الحمد لله ابي راني في الخير والسعاده والهنا حوس وعطى لها ربي راجل واحد الانسان صالح شفتو شفتو واحد واحد الحياه عايشينها والله غير نحسدهم الله يبارك هك هك دايل هك دايل هكذا وهي دايره له هك دايرين لبعضهم هك خير كبير دايرين لبعضهم يحبوا بعضهم ولا هضره لا عياط لا والو والله كي تشوفهم تقول خاوه ما تقولش زوج وزوجه يعني واش راهي صرا في الوقت القاعده تاعهم الحاج قاعده مبنيه على هنا بارك الله فيك دوك يعود الاب صالح والاب والابناء صالحين صالح ومسقد روحه نعم تمام كلش مسنق الله يبارك قلت لك الطفله قلت لها قبلت دعبك حنا رانا هنا عائله محترمه كي يهضروا الرجال نساء سكوتا بكوتا صمون بكمون ما كانش الهضره هاوي جات الدرعة قلت لها ثم تبلعه نعم بلعتها نعم الراجل جاء وقصد قال لي سي احمد سي قبلت حنان يا يا سيدي راه اروح ترجع هيا مرحبا بنتي مرحبا بنتي هيا عروستك هيا عروستك بسم الله بسم الله بسم الله على بنيتي بسم الله وقل هو الله العود وعو بالله العظيم العظيم الشيطان الرجيم يا ربي استرهم يا ربي وخليهم لبعضهم يبانوا لي فرده ولقات خوتها يا رب العالمين والله غير اني فرحت لكم بزاف يعني الله يسلمك الحاج ان شاء الله ربي يكملها بيناتكم وان شاء الله تلعبوا للحصل صحيتي بنتي صحيتي صحيتي مطلقة ما كانش نلقى بنت فلان أرملة إن شاء الله لأنها أمي كانت أرملة وجدي ثاني كيف جدها كل أرملين احنا عائلتها أرملين ما كانش واحدة مطلقة حرام عيب تديها وتسكت تموت لي في يدي ضحك دبل سيس تموت لك في يدك ولا تموت انت نسمى دوك انا محكم عليه انا ما نديهاش نخرج منا بلا بها خلاص دوك يا خلاص قال لك شد فيها تديها خلاص او اسمع داير نقز الهضره راهي زايده شوف انت تضرب طفله انا نهضروا معاها دوك انا كنت نهضر معاها ضربت تشويت قالت لي يا بابا حكمتها قلت لها واش كاين واش صرا قالت لي يا بابا طفله عاقله علي قالت لي يا بابا انا شوف انا لو كان يسقم روح ويبطل من الطبع نتاعو انا راني نولي له امانه قالت لي نولي له كي الحجره تاع لا كلاص واش درت لك فوق هذا شفت حجره كلاص بارده قالت لي ما نعود نقول له حتى كلم قلت لها شوفي قلت زيرتها قلت لها شوفي كلمه ولا زوج نحبسوه قالت لي لا واش طالبه سكتت قلت لها حلي فمك تبكمت قلت لي بي ما عندي ما نقول انت اللي تحكم انت اللي تقول واش راكي طالبه واش حوسي خلاص واش حوسي واش متحوسي واش تحوسي خلاص الحاج ما تقلقش قالت لي انا ما نحوس والو داري وولادي وراجلي عاودي مليح داري وولادي وراجلي زيدي راجلي 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 الخطرات شوف الحاج الدواء هذاك مدها له وحط 900 انا يسلك 900 الدواء راك هرستها هاك علقتها ديفورميتها واحد يعني في الارض يضرب واحد بريشه الريشه تدير البرود ولا تضرب العباد وانا الضربه تاع الطاوة شو اللي يسلكني طاوة مليحة للضرب بصح الرياشة لا أنا نعرف ناس بزاف اللي ضربوهم بطاوات نجحوا في حياتهم ترى أرواح بركو ضرب بطاوة أول هم في المثال العربي العريق يقول لك فلان مضروب بطاوة والضربة تاعي أنا يا ثاني دوك من دوك تخسروا هذه أنا ثاني ما عندكش سرتة فيك أنت يا دوك روح نديها دي عمر شو بيك عندي سرتة فيك أنا ثاني أنا مش خالدك مش راسي راه بالماستيك شوف ابني أنا مانيش حاب لك سرتة فيك مانيش حاب لك سرتك اشم يا عمر شبيك مانيش حاب لك سرتك خلاص خلاص يا الحاج خلاص مانيش حاب لك سرتك خلاص دوك ندير لك سرتك شوف والله نصر الباس تاع الباب خلاص الحاج نصر وندق لك هنا خلاص يرون بورشي قال لك خلاص سي بون دوك عطيني 900000 خلاص
متفاهمين الحاج، روح اخدي الشغل مع السيد زيرو هنا. خلاص هو خلاص زيرو هو هنا عندنا، روح خدي الشغل. خلنا نهضر مع الراجل. اسكت تحشمشي على ما تعيطوش يا جماعه ويسمعوا الضيافه. ما تعيطوش، ربح المحبه عمر، عمر ربح المحبه. وش بك؟ روح الحاج، روح الله يسجيك، روح. وما زيش تضربها. خلاص ما يضربهاش. يدك يدك ما زيش تمسها. ما يضربش الحاج، خلاص روح. يدك ما زيش تمسها. ما يضربش. شوف ما زيش تمسها يدك، خلاص. شوف الخطابه يا الحاج، روح شوف الخطابه، روح. والله يا كم دوك اللي قلت لك على كاسير كوتشي. اي يا كنا او اي يا غمه ما تشتغل، روح انت تسترجل. اي يا غمه انت خلاص، اي يا غمه نخرج. اي يا غمه نخرج. معليش الله اسكت، خلاص انا اسكت، خلاص اسكت. والله ما تدي دور، والله ما تدي دور. هاي والله النخرة أشهر. لا 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 والله أسمع الحاج، والله النخرة في الكرسي يا الحاج. أسمع الحاج، والله أسمع الحاج، نحن جيرانا. دخلهم لك في ذهر، سديها يديها ربعة، دخلهم لك في ذهر. والله العظيم نحيدك الحاج، ما تحلشها نحيدك، قسم بالله العظيم. شوف أسمع أسمع يا الحاج، أسمع نقلع لك الحاج. والله العظيم يقب قب هالك، يقب قب لك وذنيك، قب قب لك وذنيك، خرج لك عينيك ونديرهم لهم هكر. خلاص روح عمر، خلاص الحاج، خلاص ها وراه عمر. هدي قاعدك لعيدي، خلاص خليني نروح شوف مع الرجل. والله خلاص انجي غير تديها لي. خلاص الحاج، خلاص اديها 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 غير تديها. خلاص الحاج، خلاص خلاص يا ولد، هيك راح فستني، هيك راح فستني، هيك راح فستني. خلاص خلاص يا بابا، يا بابا خلاص ريح. والله تقلقتوا، شفت كيف تقلقوا وش يدير. شوف الله يبارك، قصد سي الخضر اش راك ولدي؟ لا غير لاباس الحاج، قلت لك مبروك عليك يا ولد. لحقت الفم تاع لقيتهم يلعبوا شغل تاع بكري تاع الكاج. حكموا لي بدا يسلم لي على راسي. الله يبارك الحاج، سلم يسلم يسلم نسي بها. الله يبارك ما راه هكذا نسابي كل ملاح ملي يجوا هما اللعبوا البختار في الهي. كنت تغير، كنت تروح لهم تغير تقول راني مراتي. الله غير لي حظنا واحد البسط واحد اللعب، وراهم يلعبوا يلعبوا الخاتم ويديروا لي كاج تاع بكري ديك. تلعب حاجه ويقول لك بعثوه يا بلحقت برك انا له داروا دوك. عيطوا زعما بانجي قالوا لي قاد سلم لي على راسي. الله يبارك. قال لي كنت تعيط انا عمالي يضربوك الحاج. لا لا سلم لي يضربونا على بالي. شوف وليدي كل شيء مبروك عليك. الله يسلمك الحاج. روح مالا تروح تروح ان شاء الله. انت ندي معايا ندي عروستك ودي كراعك ودي كلش هاك وليدي نديهم معاك. اصلا نديرهم في الطبسي. الله يبارك نجيبه لكم في الخطبه نجيبه لكم. صحيح فين نجيب العجوز نجيب الخرم شد ابني ما يبقى ما نقدرش نزيد نشوفها شويه الحاج. شد ابني شد هادو هادو حطهم في الظلمة من 11 لهي حطهم وافتح كلهم غير في الليل ملاحظ باش الحاجه دائما في الظلمة بني ملك النهار. ربي يحفظك الحاج كل شيء مبروك عليك. يو طريقه الله يسلمك. هيا روح طريق. هيا وليدي طريق كل شيء مبروك وليدي. فرح لك بزاف وان شاء الله تكون تكون خير. ما خيرت بعد روح شوف هضر مع امي امتك والاخر وجد روحك وارواح ان شاء الله. شوف اضرب الحديد مادام سخون عجل ولا تؤد ان شاء الله الحاج بوز الكاس. الله يعيشك ربي يحفظك ان شاء الله. حنا اخترنا الدار السي الخضر على بالنا فيها الخير. يا الطفل الحاج درت معاها فرح تلقى خير من العلم. العلم جاني للدار. الله يسلمك. العلم نور والجهل ظلام. حشمتني الحاج. قالها من قالها من قالها. الله يسهل. علاش الزمن الاولانيه تاع العيد عليك ارواح وليدي جيب لها جوج وجه جي عيد بقى على خير مور العيد. ها ان شاء الله العيد معليش عيد يا ماليش راني نجي ان شاء الله الحاج على خير الحاج ورا العيد ان شاء الله ربي يخليها كل عيد. هكذا الانسان يتهنى تهنى على بنيتي نزوجها دوك لازم نستكف بالاخرى نعاود نبعثها السلف والحلف. هيا عمر هيا خلاص انا الشيطان صبرت. هيا روح سلام عمر. اذا ما بديت امشي الله يسهل عمر. سلام اختي هيا خلاص هيا بارك يتسنى فيك. روحي بنتي روحي روحي هيا روحي بنتي هاك 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 عمر هاك. ما تحشمش ابني ما تحشمش راك 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 عند بويك. شوف الشيء اللي عندها تحب تقرا برك وتجلجل تجلجل تجلجل كتابات تقرا. طفله عايشه في عالم اخر نقول لك يعني ما شوف راك راح تدي ملك قرات
منه يا حنان. جيب صيفه جيب صيفه يقولوا بصيفه سي با بوسيبل. راني نوصيك بلاكي وبلاكي. انا ما نتزوجش وانا قلتها له اي لو سي تري بيان. واش دايرين هنا اجتماع وتشوف الحاله اللي فيها بنتك؟ شفت واش صرا في بنتي وعلى بالي واش صرا وعلى بالي كلش وراني نتبع في الامور بالعقل ما تقلقونيش. يا بابا تعيش يا بابا يا بابا ما نوليش لهذاك عمر. يعني بابا ما نولينوش ما نولينوش واش ما توليلوش لانه واش احنا نهضروا للراجل درك راني كنت حاكمه جيف واقدر خانقو قال لك اسيدي غلطت الله غالب الله غالب فاتتني حدودي قال لي راهي هي نهضر معاها كلمه تقول لي زوج نهضر قال لي عييت قال لي غلطت ضربتها بهذيك الفرفاره قال لي هذا ضربتني الطاو اكرهت كل خطره ولي كل خطره ولي شحال من خطره نسمح من حقي انا قول لي ولادك 5 سنين ولادي هم كبروا يعرفوا صلاحهم الراجل حكمته وخنقته جابوا هشام تعرفي قعد مسكين حك جامد 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 واش تحوس قلت له كيفاه تضربها قالك الله غالبه عمي نقدر اسمح لي رايني ضربتها غلطت ونتحمل مسؤوليتي وما نديش نضرب مرتي ونعز مرتي وما عندي بيناتها والو سبحان الله درك قلت له تبيعها ولا تخليها قال لي لا انا ما نخليش مرتي قال لي مرتي انا ما نخليهاش قال لي كلش غير مرتي ما تلعبليش معاه بصح حتى ثانيه بنتي نقول لك حاجه راه عندك لسان والله راك لسانك انا نعرفه مربيك انا بنتي راه لسانك كي ينطلق راه يروح هكذا ملوي واحده زوج ثلاثه يلحق للسيد يدق ويعاود يجي عندك لسان كي الرسول بعيد الشر والله يا بابا والله واش هذا رمضان راني نقول لك والله تردني ليه نباصي عليه ندخل الحبس انا شوف انا واش راه يقول لي راسي ضرب في هذه اللحظه راه يقول لي راسي روح افتح لابوات فارماسي لهي تتجبد منها المقص نجي لك نحكمك فيك نخرجو نشطرطك نحشلو الجهه اليمنى هذه نحشلو الجهه اليمنى اللي فيها الوعره والقبعه خاشي انت راهي قبعتك هنا في زن نخليك غير جهه واحده تاع لسان هكذا طايح يهضر غير كيش ما يقول في الخير لاباس قاعد راجلك ما تاكل الحمد لله لا الوعره كل نحيها تربيتك انت قلت لي كلمه قولي له زوج خلاص صحيح خلينا نشوفوا على اختك اكيد تشوفي نولي اكيد شاهده هي نشوفوا مع حنان الراجل راه هنا واش مسيد راجل جا وطبطب انسان تاع خير طبطب جاب بطه تاع الكاطو وتاع الورد وما تهضري حتى كلمه وتبلعي فمك قلت لك انا ما نتزوجش علاش اش دخلت وقتك ما نتزوجش تتزوجي ما نتزوجش والله العظيم نعميك عينك تما بالسيف ما نتزوجش بالسيف بالمارطو بالحجره تتزوجي باسكو لا بزاف بنتي سبحان الله انا عييت في بلاصتك 15 خطاب واحد ما نجح اجل الاول قلتي يا سيدي عندك ذا ومن بعد مسكين غير راح عاد عنده ديبريسيون صراو له مشاكل ومودن هذا انت اللي درتي له مشاكل انت عليك اللعنه بدي نقولك صح وهذاك الاخر مسكين عيسى اللي عجبني وانسان خدام على روحه ويتاجر وعنده تاع فلاحه وانسان تاع باديه مسكين جاي نشرق مشتو الله يكون مش اللعنه تاعك جاي نشرق مشتو راح معاها ولا نص يقول لك سويسيدا نص يقول لك اقتل روحه وحياته كل شير بعدك هذا يقولوا يقراوا عليه شوفي هذه المخ ندوك لك هذه لاباين جبت لك المخ نحيك هذيك الجهه تاع اللي تقول ما نتزوج ما نتزوجش راجل جا والله ماني طالقه